هذه كلمة ديال الحق اللي كنفوتوها لكم ايوا الاخوان ديالنا. كتصبروا نشوفوا هنا طمتنا عصام المجاهد اتوغا تقلدني غالا كتسمع لي اخي عيسى؟ باقي نسمع لك والله يحفظك. واش شفتي مباشر؟ ما شفتش. ها الكادو ديالك، ها الكادو ديالك، ها هو العز العز. هذاك الاخ بعدا طلع بعدا كنت كنستنى يسب يطيح الهضره، ولكن مزيان ما سبش ما طيحش الهضره. حنا ما ضد حتى شي واحد، واخا ضد الفكره طلع ناقش بهدوء بلا سبان بلا بركه علينا. هذاك النظام وسخ هذيك البلاد، وسخ الشعب، وسخ الائمه، وسخ المساجد، يعني ما خلى حتى شي بلاصه وسخها الاخ عيسى. الاخ مسكين تزاد عليه الحال، ما قدرش. شنو غادي ناقش اخي عيسى؟ ما يقدرش. هذيك الكلام كيقيس بنادم. لحقاش كلمه ديال الحق كما كتقول الاخ عيسى، بنادم 3000 بشر مات تما مساكن وتمشي دير الفاكونس تما. كيقول لك ايوا تصالح هادو من هادوك المخزن وهادوك المخابرات. راك عارف اخي عيسى، كيقول لك زعما صحاب له عيسى ولا كريم من هادوك اللي كيتشرا واللي كي. راك فاهم الميساج اخي عيسى؟ كاين حتى اللي في البريفي، كاين اللي كيتصلوا في البريفي يقولوا ايوا زعما عيسى خلي عليك هاد الشيء، راك عايش راك بخير وفين تخبي راسك مع الله تعالى ملي تمشي لدارك. ملي تشوف المنكر ما استنكرتيش. راه ما بقاتش في عيسى في كريم عايشين مزيان، عايشين كاين روحي يا روحي. واه أزعم الله تعالى خي عيسى قال لك حب لأخيك المسلم لما تحب لنفسك. فهمتي ولا؟ يعني الأخ عيسى ما يقدرش بنادم عيسى يشوف المنكر ويقول لا صافي أنا حيد على راسي وشق. لا الخوة ديالي أراك عند الأدريسة الغلط. ولكن الاخ كريم كان انا واحد راني نشوف الحمد لله كاين اللي انتصر. نقول هاك كاين الانتصار من كتشوف الناس بحال هكا ما يقدرش يهضر، ما يقدرش صافي. يقول لك مين يقول لك واحد الاخ كريم يقول لك انت عزيز عليا، راه ماشي عليا انا عزيز عليا وهكا ونتبعك وهذاك، راه فيها الكفايه. ما راهش كيقول لك راني ضدك وفي كلش، ما قال لك غادي نمشي للبلاد غادي نمشي وصافي. كل واحد والظروف كيف تمشي. حنا انا وخويا كريم كنقولها اخويا كريم، ما نقدروش نمشيو للبلاصه اللي اغتصبوا فيها خونا ناصر، البلاصه اللي طحنوا فيها محسن فكري، البلاصه اللي حرقوا فيها 5 ديال الشهداء. وشحال نزيد لكم، شحال نزيد لكم البلاصه ديال الزلزال اللي ضربوا فيها البحر. نمشي اخويا كريم الله يرحم لك الوالدين اخ كريم، وخاطر ديالك كيما يخلي لك شي خير يسالك. واش كاين الاخ كريم الله يرحم الوالدين، واش كاين اللي يمشي يتبحر في البحر اللي ماتوا فيه خوته؟ واش كاين يمشي في البحر راه كيموتوا الجوج تات؟ راه شحال انت درت ديال المباشر الناس اللي يمشيو في الفلاي كيرميهم تما البحر ويمشي يصور لك رامي في البحر؟ لا ما يجيليش انا بعد عليا والله ما نفوتها تما الفاكونس حتى يمشي ذاك القتال ونقيو الدعوه كما كنشوفوا. هذه هي الطريقه مباشره الاخ كريم، ما بقاش ندور وندير العكس نمشي ونتبحر. ساهل جوج هضرات نمشي مبرع يقطعوا لي البيه ديال التياره ويعرضوا لك، تقول جوج هضرات راك عارف كيفاش كتمشي. ايوا واش من خاطر عندي سوى الا كانت عندك النفس ميته عادي تمشي عند البحر وتصيف مع راسك وما تفكرش كاع في دوك الناس هادو. انا ذاك البحر كنشوفه بنظره اخرى خويا كريم، كنشوف دوك خوتنا اللي تقلبوا عقلتهم شحال من مره كيموتوا. عرفوا كندير احصاء غير بالريف، الناس ديال الريف شحال ماتوا في ذاك البحر. حسب بالمنطقة كاملة، حسب بقابويا وبالسعيدية بالحوسيمة بالنهار حتى لطنجة تعرف راك يتخلع بنادم. ما غادي نمشي، لا ما نمشي فينا الأخ كريم، يعني ما نمشيش، نمشيش عندك المجرم. تفضل توما تبارك. راني معاك أخي عيسى مليار في المية متفق، ماشي حيتاش راك صاحبي وخويا كنقول هاد الهضرة، يعني بزاف الأحرار متفقين على هاد الهضرة أخي عيسى.
كيفاش انا يخليني الخاطر ديالي خوتنا كيضربوا 20 سنه الحبس؟